اهلا بكل المشتركين ومتابعين قناه عربي. كلنا بنسمع اسم سير المجموعه وسير الكتيب، وكتير مننا بيفتكرهم حاجه واحده، مع العلم ان الفرق بينهم كبير جدا، لان كل واحد فيهم ليه وظيفه، ولكن الوظيفه الاهم والاخطر لسير الكتيب. ودلوقتي نتعرف على الفرق بينهم ووظيفه كل واحد. الاول هنتكلم عن سير الكتيب. زي ما اغلبنا يعرف ان موتور الاحتراق الداخلي عباره عن جزئين، وهما الجزء العلوي اللي بنسميه وش السلندر، وبنقول عليه وش علشان هو على وش السلندرات، او بعض الدول بتقول عليه راس المحرك او راس الماكين، كلها مسميات تدل على انه الجزء العلوي من المحرك، وده بيكون فيه الاجزاء الميكانيكيه الخاصة بعملية الاحتراق في المحرك، زي الصمامات أو الصبابات والبوجيهات والبخاخات، ووظيفته إحكام الحريق اللي داخل غرفة الاحتراق، وكمان تحديد مواعيد الشرارة ودخول البنزين لغرف الاحتراق. أما النص التاني بقى من المحرك اللي اسمه البلوك أو بلوكة المحرك، وده بيكون فيه السلندرات والبساتم وعمود الكرنك اللي هو أساس الحركة في السيارة، واللي بمعنى أصح الفتيس بياخد منه الحركة بينقلها للإطارات. طيب بعد ما عرفنا بقى إن المحرك عبارة عن نصين، وكل نص منهم ليه مكونات ووظيفة، هل ينفع إن كل نص يشتغل لوحده؟ والإجابة لأ طبعًا، لأنها منظومة، كل الحركة فيها تعتمد على حركة جزء تاني. زي كده بالظبط الفرقة الموسيقية، بتلاقي كل واحد فيهم بيعرف يعزف كويس جدا، لكن لو كلهم عزفوا في نفس الوقت من غير المايسترو هتسمع ضوضاء مش موسيقى خالص. وهنا المايسترو بتاع المحرك هو سير الكاتينة اللي بيربط النص اللي فوق بالنص اللي تحت، علشان والبستم طالع مثلا ما يخبطش في الصباب، لازم في اللحظة دي الصباب يطلع لفوق علشان يسيب مجال للبستم يطلع من غير أي مشاكل. فهي عبارة عن منظومة ميكانيكية متناغمة مع بعض بنسبة 100%، وكل قطعة فيها لازم تشتغل بكل دقة في ميعادها علشان ما يحصلش أي خلل في المحرك. وبالتالي دايما بنسمع ان العربية لو قطعت سير الكتينة بيكون التكلفة كبيرة، لأن عسكري المرور اللي بينظم الحركة أصبح مش موجود، وده أدى لحوادث مرورية داخل المحرك، والأجزاء الميكانيكية دخلت في بعض، ومنها اللي اتعوج ومنها اللي اتكسر. وسير الكتينة بيكون فيه منه نوعين، نوع منهم من المطاط وجواه إضافات تخليه قوي جدا وعمره طويل وبيكون مسنن من الداخل، والنوع التاني بيكون جنزير معدني وده طبعا عمره أطول، بس عيبه إن صوته أعلى من المطاط، ده طبعا لو ما تعملوش الصيانة اللازمة. نروح بقى للأخ التاني اللي هو سير المجموعة. سير المجموعة بيكون من المطاط، وأحيانا بيكون سير واحد أو اتنين. وظيفته بقى هي تشغيل وسائل المساعدة للعربية، زي ترومبة الباور وترومبة المية والدينامو وكمبروسر التكييف، وهي الحاجات اللي بتاخد حركتها من الموتور كلها عن طريق السير ده. وطبعا ده لو اتقطع بتكون أضراره مش كبيرة زي سير الكتين، لأن كل التأثير هيكون توقف الأجزاء اللي بتشتغل عن طريقه، بس أخطر حاجة فيهم هي ترومبة المية، لأن دي هتأدي لرفع حرارة الموتور. وتغيير سير المجموعة بيكون أسهل كتير من سير الكتين، وكمان بتقدر تشوفه بمجرد ما تفتح غطا المحرك، وكمان من السهل على أي ميكانيكي أو حتى شخص عادي بس عنده خبرة إنه يقيم حالته بسهولة. وبكده نكون عرفنا الفرق بين سير الكتينة وسير المجموعة. فلو انت لسه معانا لحد دلوقت ما تنساش تعمل لايك وتشير الفيديو مع كل اصحابك وتشترك في قناة عربيتي علشان يوصلك كل جديد.